السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم حلقة مهمة جدا جدا جدا. طبعا أنا بحب ألف في الأسواق وأبص كده على المنتجات الزراعية والفاكهة والخضر ونشوف إيه اللي فيها. فأنا بلف في الأسواق لقيت الجوافة الجميلة الحلوة اللذيذة ديت، فيها حاجات زي كده بتكبر بتبقى كده، في بدايتها بيكون كده. ايه ده يا باشمهندس؟ ده اسمه الانثراكنوز. الانثراكنوز في الجوافه مرض فطري، مرض فطري خطير جدا، ده نتيجه اهمال المزرعه وعدم الاستعانه بمهندس زراعي وعدم الاستعانه بالارشاد الزراعي وعدم الاستعانه بالعلم وحب الفهلوه والشغل بالفهلوه. ازاي؟ دي إصابة فطرية رهيبة بتيجي للأشجار الفاكهة، وكمان الفطر ده من الفطريات الذكية، إن هي عنده القدرة على الكمون والسكون في الأوقات الغير مواتية، زي فصل الشتاء القارس الشديد المتلج الصعب جدا جدا، تلاقي الفطر ده كمن واستخبى وقعد كده في اللحاء وقعد في التربة وقعد في الأماكن المستخبية، تمام، لغاية لما يجي ارتفاع في درجات الحرارة وتوافر الرطوبة في الربيع، تمام، ونبدأ في بداية عقد الثمار، هو بيبتدي يظهر على الأوراق على طريق بقع بنية، تمام، وبعد كده بتيجي على تكتر الورقة وتبدأ يحصل تساقط، وساعة الإثمار بيحصل بقى إيه؟ بدايتها كده بحاجات وردية صغيرة، البقعة بتكون داخلة لجوه شوية، يعني شايف السطح داخل لجوه سنة، واللون وردي شوية، مش عارف الكاميرا جايباه ولا لأ. بعد كده عندك بيطلع المنظر ده، بص حتى تلاقي إن هي زي المطب كده، نازل مطب، تمام، بالشكل ده. بيكون برضو عليها في البدايات كده بيكون نمش صغير وتكتر معايا وبيكون كده، دي بقى تكبر تلتحم مع دي تلتحم مع دي، تلاقي الثمرة كلها بالشكل ده خلاص وتسقط، احنا بنطلعها ليه للمجتمع ياكلها؟ طيب يبقى من البداية لازم اكون فاهم ان انا يكون عندي برنامج في الشتاء. اول حاجة الغسيل الجيد للأشجار بالمركبات زي أكسكلور النحاس، خسلة كويسة بالكبريت الميكروني، خسلة كويسة في الشتاء، بعمل الخدمة الجيدة للأشجار، وأدهن عجينة بردو. عجينة بردو مهمة جدا جدا لجميع أغصان الأشجار، إن هي عبارة عن جير مطفي مع كبريتات النحاس اللي هي الحلوة دي، اللي هم بيسموها الجنزارة، الجنزارة أو كبريتات النحاس، عشان تقضي على جراثيم الفطريات الكامنة. بعد كده في بدايات الربيع لازم أدي رشة قوية ممتازة بالمبيدات الفطرية زي وليكن الأيزوكسستروبين، تمام، التيفينوكونازول اللي هو زي مثلا مركب التيبيزول. عندك برضو نحترم قوي 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 البحث العلمي، بعشق قوي البحث العلمي، بدوب في البحث العلمي. عندك مراكز القومية للبحوث مطلع لك فطرة ترايكوديرما وبكتيريا الثلاث تسعات، تمام، استعملها، تمام، رش وحقن. ليه ده كله؟ ان انا بقضي على جراثيم الفطر الانثراكنوز، اما ان انا الاقيها بالمنظر ده، طبعا ناس كتيره جدا 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 تقول لك ايه يا عم دي الثمره طيبه وعايزه الاكيل، ماشي، بس ليه احنا نوصل للمستوى ده وتاخدها الكيلو ب 25 جنيه لما اشتري كيلو جوافه ب 25 جنيه فيها اصابات بالمنظر ده؟ طب ليه؟ صدقني لا المزرعه اهي، لا المزرعه البخيلة الغير مرتبة الغير منظمة اللي بتاخد برامج التسميد والمتابعة عن طريق
استشارات الفيسبوك والتيك توك. طول ما احنا في هذا المجتمع التيك توكي والفيسبوكي عايز ياخد الاستشارات المجانية، ولاقي واحد عنده مزرعة مثلا 10 فدان ولا 2 فدان ولا نص فدان ويقول لك ايه، اصل انا مسكين، اصل انا بجري على عيالي، اصل انا عايز المعلومة المجانية. فين زكاة العلم؟ فين كاتم العلم كالشيطان الاخرس؟ تجارة ملهاش اي 30 لازمة. اسلوب التسول ده ما ينفعش للمزارع. انت مش متسول، انت صاحب مزرعة حتى لو نص فدان جوافة مع برنامج تسميد كويس ومتابعة كويسة بيطلع لك اطنان اطنان، مش 2 كيلو جوافة هتفرقهم على اسرتك وتاكلهم. انت لو عندك نص فدان فلازم نحترم برامج السمادية. ان انا لو عندي برنامج سمادي مظبوط من ختمة شتوية، من ختمة سمادية، من ضخ الكربوهيدرات بصورة منتظمة في الجذع وساق النبات، وبعد كده عندي برنامج مظبوط عشان يكون النباتات قوية ونمو خضري قوي ويتيني تزهير قوي وعدم تساقط في التزهير وبداية العقد، وعندي برنامج وقائي علاجي للأمراض الفطرية والحشرية في مزرعتي، هيكون عندي إنتاج كويس ولا إيه؟ طيب لازم أحترم مسافات الزراعة عشان ما يكونش عندي رطوبة عالية والزراعة المكثفة اللي ملهاش أي 30 لازمة في عدم وغياب فرقة التقليم ذو خبرة حسب المنطقة. يعني هل أنت مثلا تتوقع إن التقليم في اسكندرية للجوافة زي التقليم في الوادي الجديد للجوافة؟ مستحيل مستحيل. ليه؟ إن الوادي الجديد جفاف في الرطوبة الجوية وارتفاع في درجة الحرارة، في اسكندرية رطوبة شديدة ودرجة حرارة معتدلة. ده ليه نظام تقليم وده ليه نظام تقليم. يبقى لازم فرقة تقليم كويسة فاهمة مدربة. لازم ان انا يكون عندي برنامج الوقائي الفطري ويكون عندي المركبات مش بالاسم التجاري، لا بالمادة الفعالة. والله انت مزرعتك مزرعة حيوية تمام، خلاص انا عندي المركز القومي للبحوث وكلية الزراعة بتقدم لك فطرة ريكوديرما وبكتيريا 3 ساعات، وده منتج جديد ان شاء الله هيكون عندي وابدأ اسوق فيه وعرفهم بالمجتمع المصري تمام، ونحاول ان احنا نكون ايد في ايد مع جميع التكاترة وجميع البحث العلمي في مصر والوطن العربي عشان نكون عندنا قوة قوة وعزيمة ضد تجار السبوبة وعقدة الخواجة وحاجات كتير. اما ان انا الاقي المنظر ده جوافة ب 25 كيلو تبقى الشكل ده فيها مرض الأنثراكنوز، صعب. ب 25 جنيه مش هدية، مش مجانا، حتى لو مجانا ما ينفعش تطلع بالمزرعة بالمناظر اللي احنا بنلاقيها في الأسواق، وكمان بتبقى مهترية ومتعرضة لمشاكل كتيرة. فنحترم مجتمعنا وكده تكون حلقة بسيطة ميسرة ليكوا عن المرض الفطري الأنثراكنوز. الحتة الأخيرة، هل صالح للاستهلاك الآدمي؟ شيل الجزء وكل، شيل الجزء وكل بعد ما تكون خسلت الثمرة كويسة، عشان المبيدات لو كان في مبيدات ولا كان في أي حاجة ولا الملوثات ما تدخلش على النسيج اللحمي ويتغذى حضرتك عليها ويجيلك أمراض كتيرة. شيل الجزء اللحمي وتغذى. الثمار دي وظيفتها حاجتين، لا تتقدم للإنتاج الحيواني، لإما يتعمل بيها مقمورة لإما تتفن. أما في الواقع عصير الجوافة في كتير من المصانع معدومة الضمير، أو بتنزل المستهلك ياكلها بألف أنا وشفا عشان مسكرة مسكرة. هتمنى تكون حلقة مفيدة لكم. تحياتي لكم جميعا ومع ألف سلامة.